لبست اسود في اسود وشعرها هايش ومفروض ومغطية راسها وقدامها البخور وشغلة اشتتن اشتوت خالص. سابت الاعمال الدرامية وبقت بتعمل اعمال سفلية. مها احمد ما بقتش بتمثل ولا بتطلب في الادوار، بقت بتعمل اعمال العرافين، واللي اتعمل فيها قبل كده قررت ترد وتالت ومتلت. ليه مها احمد ظهرت بالشكل ده وحقيقة الاعمال اللي بتعملها؟ وليه فكرت في السكة دي بعد ما بقتش تمثل؟ اللي شافته في حياتها كان السر ورا التصرف فده، فيا ترى مرت بإيه؟ بيعملوا لها أعمال على طول بوقف الحال. قررت مع أحمد تحطهم في دماغها ويبقى شغل البخور شغال وتقف لهم على الوحدة. مها أحمد ظهرت بهيئة وستايل العرافين اللي كلنا عارفينها، قلبت الدنيا لما نشرت الفيديو ده على التيك توك، والكل بقى يقول إنها سابت الأعمال الفنية وركزت في الأعمال السفلية. فيديو مدته نص دقيقة خلاها ترند الساعات اللي فاتت، وبعد ما اختفت فترة طويلة عن الساحة الفنية زي ما تقولوا كده حبت تفكر الناس بيها وقررت تشوف ايه اللي على الساحة والكل مهتم بيه، خاصة بعد أزمة الفنانة فيفي عبده الأخيرة ودخلت الترند من أوسع أبوابه. هل فعلا مها أحمد اتجهت للأعمال وشغل العرافين؟ الحقيقة ان ده ترند على تيك توك وهي عملته على سبيل الهزار مش أكتر، لكن الموضوع وسع منها وظهرت كأنها هي اللي بتعمل الأعمال دي مش بتتعمل لها، ويمكن بتفك اللي معمول لها، وده اللي المتابعين قالوا كمان للدرجة دي مفيش شغل في الفن علشان تعمل حاجة زي كده. لكن الجمهور ربط ده باللي قالته قبل كده واللي مرت بيه. مها جه عليها فترة وكانت صعبة جدا، وكل يوم والتاني مصايب ملهاش أول من آخر، وده بعد تعرضها هي وأسرتها لأزمات وكوارث لحد نجتها من الموت مرتين وبيتهم اللي اتدمر لما المية ضربت فيه وتلف جميع مكوناته لإصابة ابنهم عادل بتعب ما قدرش الدكاترة يشخصوه لصعوبته، وإنه مر بأزمة نفسية بسبب علاقة عاطفية ورحيل صديق ليه. قالوا إن ده بسبب الحسد اللي تعرضوا له، ده غير اللي بيمروا بيه مع ابنهم اللي من ذوي القدرات الخاصة. عادل ابنهم قال قبل كده بعد تلف بيتهم، المرة دي العين كانت جامدة قوي والحسد كان شديد قوي، بس عايز أعرف ليه الحسد ده وليه العين الجامدة دي؟ علشان إيه يعني؟ علشان التمانين عربية اللي بنزلها كل يوم، ولا عشان الفلل والقصور اللي بتصور أنا قاعد فيها كل يوم، ولا علشان الأكل اللي بيجيبوه كل يوم من بلد مختلفة بطيارة خاصة؟ مها قبل كده قالت أنا كنت قبل كده أقول لأ ومفيش حاجة اسمها عين، أنا أمنت إن في حسد وفي عين. مش بس كده، نشرت قبل كده خرزة زرقاء وقالت بسم الله ما شاء الله، بحبها وبتفائل بيها قوي، بتبعد أي عين شريرة، بصراحة بخاف من الحسد قوي. محدش ينكر إن مع أحمد من النجمات اللي في وقت من الأوقات كانت مكتسحة الساحة، لكن بقى لها فترة دخلت في سكة البرامج والتقديم، ومرة واحدة اختفت خالص وبقت مركزة على السوشيال ميديا زي ما شفنا كده، فيا ترى بتعمل ده علشان الترند وتفكر المنتجين والمخرجين بيها علشان تشتغل، ولا فعلا هتسيب الأعمال الدرامية وتشتغل في الأعمال السفلية؟